بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا الطاهرات فيها الأماني سافرات حقا بصدق المعجزات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكاية ومغزى، قصة حكاها لنا القرآن في الجزء السادس عشر، قصة إبراهيم عليه السلام. سنعرف عن تفاصيلها ونبحث عن مغزاها في ثنايا هذه الحلقة. ولد إبراهيم عليه السلام من أب مشرك كافر بالله عز وجل، فعاش إبراهيم عليه السلام في صغره مع أبيه وفي تربية أبيه، فكان ينظر إلى أبيه وهو صغير يرى أبيه يصنع الأصنام ثم يبيعها ويعبد هذه الأصنام، ولكن فطرة إبراهيم عليه السلام كانت سليمة. كبر إبراهيم صلى الله عليه وسلم فلما رأى ملكوت السماوات والأراضين والنجوم والكواكب والشمس والقمر علم أن هذا الملك كله لا يقدر على خلقه أحد إلا الله تبارك وتعالى، فآمن بالله. فأتى يوما عند أبيه وقال يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي لا تعبد الأصنام، يا أبتي أعبد الرحمن، يا أبتي. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا
بعد أن سمعنا منكم مشكورين على عرض قصة سيدنا إبراهيم، ودنا نقف معكم على المغزى والمقصد من هذه القصة حتى فعلا نتعايش أكثر مع الآيات وترتيبنا لها في هذه الأيام المباركات. والله يا أبو حسين، لو مغازينا لهذه الحلقة بس بنستخرجها من كلمة يا أبتي يا ما تكفي. السلام عليك. شوف كيف الله أكبر. شوف كيف نداءه لأبيه يا أبتي، التلطف التودد، رغم أنه جاي يكلمه في موضوع مو سهل، موضوع خلقت من أجلها الدنيا، مدار السعادة في الدنيا والآخر على هذا الأمر التوحيد، وجاي يكلم أبوه في شرك في أمر عظيم. قال يا أبتي، تودد تلطف مع هذا الأب رغم شركه وكفره، إلا أن إبراهيم عليه السلام كان يتودد مع أبيه بأجمل العبارات وألطفها ويناديه يا أبتي. هذا النداء الجميل، والله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن الكريم وقال وقل لهما قولا كريما، وهذا من القول الكريم. يا أخي أقل القليل، أكرم والديك بالكلام الجميل. يا سلام. على ما يقول أخوي الشيخ نايف، يا أبتي هل تعلمون أن هذا البر انتقل من إبراهيم إلى إسماعيل في نفس الكلمة؟ إبراهيم قال لأبيه يا أبتي، فأعادها له إسماعيل لما رأى رؤيا إبراهيم، إني أرى في المنام أني أذبحك. إيش قال إسماعيل؟ يا أبتي. قال افعل ما تؤمر. قال يا أبتي افعل ما. شوف نفس اللفظة. الله أي شيء. من جنس العمل. أي شيء. الجزاء. الله. أي شيء. الله. الله. تفعل مع أبوك مع أمك ستجد أبنائك يفعلونه الله. معك. يعني معليش، في هذا الزمن تجد من يسمي أبوه الشاي العجيز في البيت على أمه، ولا حتى في أسماء في الجوال. وطبعاً نحن يعني تعرف هالألفاظ هذه على حسب سياقها وعلى حسب ثقافة المجتمع. أدري يعني. سبحان الله، من المغازي يا إخواني، يعني على كلام الشباب، أعظم بر يقدم للوالدين أن تعينهم على طاعة الله. أعظم بر أن تعينهم على أمور دينهم، أن تعلموا دينه، تعلموا يعني الأمور والآيات، وتصبر على يعني ربما حتى بعض الآباء والأمهات يعني ربما ينهر الأب الابن أو البنت أو كذا، شدة نوعا ما، شدة يعني يقول ما بقى أنت تعلمنا يعني. يعني تلاحظون أن الآن صح في طريقة، وسع يعني صدرك وهدي طريقة معينة يعني، يعني يبر الأب الابن فيها أبوه في يعني رفع إيمانياته مثلا أو تعليمه شيء من أمور الدين، كما كان إيش إبراهيم يا عليه السلام يدل أبوه على التوحيد. طيب إبراهيم من فين تعلم هذا التوحيد؟ الله من فين جاله التوحيد؟ إخواني، إبراهيم عليه السلام جاء في قلبه التوحيد والإيمان بالله عز وجل بمجرد ما أن تأمل وتفكر في هذا الكون، فكل ما هو على هذه الأرض وتحت هذه السماء وفي هذا الكون الفسيح يدل على الله ويدل على وحدانية الله جل في علاه. لذلك إبراهيم عليه السلام تعرف على الله بمجرد ما أن تأمل وتفكر في هذا الكون الفسيح. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. لذلك قال الله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. الله. نريه يتعرف النجم الكوكب، فعلم أن الله عز وجل هو الذي خلقها، فلذلك استخدم مع أبوه أسلوب إيش؟ أسلوب العقل. الله. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع الله ولا يبصر ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي، ويتلطف ويعيد يا أبت إني أخاف أن يمسك عذابه من الرحمة يا أبتي. وهذا الأسلوب، هذا الأسلوب، أسلوب الحوار والنقاش والأسلوب العقلي، نحتاج أن نستخدمه مع أصحاب الشبهات. نعم. من وقعوا في الكفر وفي الشرك وبعدوا عن هذا الدين، ممكن لو جيت تتحدثوا بآيات الله وبحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو ما يؤمن بهذا الأمر، عنده بعض الشبهات، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى ما أمرنا الله عز وجل به، وجادلهم بالتي هي أحسن. حتى المجادلة لما تجي تناقش وتحاور لابد أن يكون هناك حسنة ويكون هناك أخلاق ونقاش بأدب حتى يقتنع من هو ومعه. شيخ منايف أبو تميم عفوا، اللي هو القضية مغزى الصبر، كيف يعني الموضوع؟ إحنا للأسف من تحديات اللي إحنا نواجهها إن إحنا نبي النتيجة بسرعة. يا سلام. أبشر صار،
أنت عليك الآن أول قضية إن عليك إلا البلاغ. ثم صبر. ولو تلاحظ إيش كان رد فعل أبو إبراهيم عليه السلام؟ راغب أنت لئن لم تنتهي مع هذا اللي والتلطف، كان يتلطف معه، لئن لم لأرجمنك وهجرني مليا. إيش قال إبراهيم؟ قال الشر علي إنه أنا لا سلام عليك الله سأستغفر لك ربي. يعني حتى لو وجدت من أبيك ولو كان مشرك ولو كان حتى يعني مؤمن بس يقسو عليك تلطف. رب في مغزى عجيب يا أخواني، إذا كان يعني البيئة أو المحيط أو مثلا الوالدين يضروك في دينك ويحاولون نسأل الله العافية والسلامة أن يردوك عن دينك، أغلى ما عندك دينك، لأن الله عز وجل أعز من كل شيء. الله عز وجل يقول على لسان إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي. نختم معك تميم. والله كلمة كلمة الاعتزال هذه، اعتزلهم، ما في شيء في الدنيا هذه تقدم على رضوان الله عز وجل، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك حتى سبحان الله حتى مع حتى لو كان بينك وبين حتى لو كان بينك وبين الوالدين فرق في الدين، أنت مسلم وهم كفرة، تعتزلهم وتترك دينهم لكن ما وصاحبهما تترك، ما تترك وصاحبهما في الدنيا ما تترك برهما. نعم وصاحبهما نعم وصاحب الدنيا وشاهد أنه هو ستبقى معهم ولك نعم ودهم وتستمع على برهما في الدنيا معروفة. وصاحبهما في الدنيا معروفة. ما هي الآية أو الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ آية استوقفتني في هذا الجزء العظيم: في الدنيا ربما ينتقل الإنسان من بيت إلى آخر ومن منزل إلى آخر، أما إذا دخل المسلمون أو المؤمنون جنات الخلود فإنهم لا يبغون عنها حولا. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. آية تؤثر في قلبي، وهي تبين أننا في يوم من الأيام سنعبر من فوق جهنم. يقول تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فناج مسلم ومكردس في جهنم. هذه هي الآيات التي استوقفتهم. يا من تشاهدنا الآن، ما هي الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ شاركنا الآن عبر هاشتاغ حكاية ومغزى. بهذا أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حكاية ومغزى. نلقاكم قريبا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان. هي سلوة للمؤمنين تلك الحكاية الطاهرة.